بارت 2 من الفيديو او الجزء الثاني من الفيديو ده، ان انا عملت بلوك دياجرام للشكل ده. ده بسميه بلوكات، لان بلوك دياجرام ليه للشكل مخططات، لان ده مخطط وده مخطط. الفكره بتاعتي ان انا بعمل الشكل ده كانه نظام مغلق كلوزد لوب. خلاص الفكره بتاعتي ان انا ببقى عندي مثلا سي السرعه عايز اخليها عند 1000 ار بي ام، فانا بصمم الكنترولر ده. الكنترولر ده اللي هو الدماغ او برين اللي بيقدر يخلي الموتور او الشكل ده كله، الكنترول سيستم ده يقول للموتور خلي الدرجه، خلي سرعتك ثابته عند 1000 درجه 1000 ار بي ام. خلاص بمعنى هو البرين اللي احنا بنحطه ده، التصميم ده احنا هو ربنا سبحانه وتعالى ايه مدينا العالي ده، احنا بنسميه اللي هو الكور بتاع البني ادم كله، لان هو اللي بيبدا يدي ديسيجن. هو عن طريق القرايات او السيجنال اللي بتجي لك اشارات، بيبدا المخ يعمل تفسير لها، يبدا يدي كنترول سيجنال، تبدا تشغل تاخد اوكي على الحاجه دي او تاخد رفض منها. تمام. فانا الفكره بتاعتي ان انا ببدا اختار السيستم ده. طبعا النموذج الرياضي اللي قدامنا اللي انتم شايفينه ده، اللي هو السيستم ده اللي هو البلوك اللي موجود ده، ده انا بقدر اجيبه عن طريق اكتر من حاجه. بمعنى الالكتريكال سيركت لما كنا بناخد مثلا في سنه اولى سيركت، السيركت بيبقى ليها سبلاي وفي مقاومه مكثف ومش عارف ايه وحاجات من دي، في لها انبوت فولتج وفي اوتبوت فولتج انا باخده عند قيمه معينه او عند اليمنت معين من الدائره. هو ده كسيستم، كالكتريكال سيستم، الكتريكال سيركت، وده سيستم بيبقى ليها دخل اللي هو الفي انبوت وليها خارج الفي اوتبوت انا بشوفه عند حاجه معينه. تمام. لو انا عايز اجيب نموذج رياضي، احنا كنا بنجيب النموذج الرياضي ازاي في الالكتريكال سيركت؟ ان انا بجيب العلاقه ما بين الاوتبوت اللي هو الفي اوتبوت على الفي انبوت، تطلع معادله رياضيه هي عباره عن باستون قط. ده بسميه النموذج بتاعه. يبقى احنا لما كنا بنجيب الالكتريكال سيركت في اوتبوت على الفي انبوت تساوي حاجات ارات وال وسي باستون قط، ده معناه ان انا اقدر اعمل ايه؟ اقول ان الفي اوتبوت هو عباره عن الفي انبوت في البسط والمقام اللي احنا كنا جبناه. واتيفر انا دلوقتي عايز اشوف الفي انبوت كان بواحد فولت، تضرب في المعادله دي تقدر تجيب مين الفي اوتبوت. خلاص بس كده. يبقى ده مين؟ ده النموذج الرياضي بتاعي. انت دلوقتي مش شغال على سيركت حقيقيه، انت شغال على ايه؟ على معادله رياضيه. هل ينفع بالتاكيد الدايره بتاعتك، هل ينفع احقق الدايره اعمل سيركت اجيب مقاومه في الحقيقه واركبها مكثف واركبها مش عارف ايه وايس ينفع، وقارن الفي اوتبوت اللي طلع لي عن طريق الكالكوليشن ده بالفي اوتبوت اللي انا قسته بالافوميتر او قسته بالاوسيلوسكوب، واخد الكيرف بتاعي واطبقه مع الكيرف ده. يبقى انا عملت كده ايه؟ سيميوليشن. ده بسميه كده سيميوليشن، محاكاه للسيستم اللي السيركت اللي انت اخدتها. بمعنى ان انت حلولك في الرياضه، حلولك في السيركت في سنه اولى او في اعدادي، دي تعبر عن محاكاه للسيستم اللي انت اخدته اللي هو الالكتريكال سيركت. خلاص. وده الهدف بتاعنا، ان احنا ندرس الحاجه دي اولا على ورق معادلات رياضيه ونجيب علاقه ما بين الداخل والخارج، وبعد كده اشوف تاثير عن طريق الانبوت سيجنال اللي هو البي انبوت، اغير فيه احط مره ساين ويف مره سكوير ويف مره سوتوس وات ايفر، واشوف الخارج بتاع اللي هو الفي اوت بتاع السيستم الموجود اللي عندي. فانا كل الهدف اللي قدامي ان انا اقدر اعمل كلوزد لوب بالشكل ده. يبقى انا عندي سيستم وعندي كنترولر، الكنترولر ده ممكن اقدر احققه عن طريق مايكرو كنترولر او اردوينو زي ما احنا هناخد كده في الشغل بتاعنا ان شاء الله. والسيت بوينت اقدر احطها يا اما في الحقيقه اجيب بطاريه. طبعا انا مثلا سيد عايز اطلع سرعه معينه، فبيبقى حته الربط ما بين النظر اللي انا قلته ده والعملي انت هتفهمه خطوه بخطوه ان شاء الله في الفترات اللي جايه، بحيث ان انت تقدر تعمل تصميم للكنترول اللي احنا هنرغب فيه يعني، او الكنترول اللي احنا هنبدا نقول ان ده هو الهدف بتاعنا. الهدف بتاع جروب بتاعنا الارتفيشال انتليجنس او افيشن ارتفيشال انتليجنس، ان احنا محتاجين نعمل انوفيشن، محتاجين نقدم فكره، والفكره دي نبدا نعملها في ريسيرش بيبر. ريسيرش بيبر دي تتناقش في مؤتمر دولي، يشوفوا واحد واثنين و1000 و2000 وثلاثة من علماء العالم كله، يقدر يناقشوك ويقدر يقولوا لك انت ليه استخدمت الطريقه دي، فتقدر ترد عليهم والله انا زي ما انتم شايفين انا جبت الطريقه الكلاسيكيه القديمه وعملت طريقه انوفيشن، ابتكرت طريقه من عندي واهو، ايه رايكم؟ النتائج مين تقول احسن؟ شايفين العربيه ماشيه ازاي؟ شايفين الموتور ماشي ازاي؟ شايفين الروبوت ماشي ازاي؟ اكوردنج للطريقه اللي انا صممتها هي الطريقه كويسه جدا. طبعا احنا ليه عايزين نعمل ريسيرش بيبر؟ عشان يبقى دوكيومنتد، حاجه دوكيومنتد لينا تقول ان فلان الفلان هو اللي عمل الطريقه دي وبدا يطبقها في
الروبوت او بدا يطبقها في الالكتريك فيكل او وات ايفر على حسب الابلكيشن. وده اختصار جروب بتاع